السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. اكيد النهارده جينا من اكل بحركم، ولكن اكل من نوع مختلف. الثلاث عزوم، ولكن زي ما بحركم عارفين او اتكلمنا في القصه دي بقالنا كام يوم، زهقنا شويه من الطبخ اليوم والاكلات، بس اكيد لازم نعمل اكل. ففكرت النهارده نعمل صينيه كبيبه باللحمه المفرومه كده بالبرغل، سكه مختلفه تكون طعمه كويس. اللي ملوش مزاج للكبيبه او الصينيه دي، انا عارف ان شاء الله تعجب حضراتكم وتستاهل، هيبقى كويس جدا. جايب عندي فرخه هعملها بالكسكسي المغربي او بالطريقه لطيفه جدا، ومع الخضار برضو، مع الخضار معلش، و حابب احط فيها زيتون ماشي، مش حابب ماشي، بس انا ماشيها زي فته بالعيش المقرمش زي حضراتكم شايفين. فرخه، وجايب عندي كيس كسكسي اللي هو بيتباع عندي في السوبر ماركت، هنعمله بطريقه برضو سهله جدا، مع الزبده، مع العيش المحمص، مع كمان التركيبه في فكره سلق الفراخ مع الصوص مع الكسكسي. هي دي تركيبه كده هنشوفها مع حضراتكم واحده واحده الفكره. وكمان عندي كمان طبق شوربه بطاطس بالكريمه، مع كمان حبه فراخ متقطعه صغيرين جدا، او حابين بلاش فراخ نحط مشروم. يعني النهارده اليوم لطيف، ولكن اكلات حلوه، ويطلع في الاخر ان شاء الله طبق يكون على قد العزومه او قد لمه الاسره اللي موجوده ان شاء الله. و بس كده خلاص، تعال اطلع فاصل، بعد الفاصل نوصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كنا بنتكلم على ايه قبل الفاصل؟ على أكل لطيف. جايب عندي فرخة، عايز أعمل فتة بس بالكسكسي بطريقة تكون سهلة إن شاء الله، ومش هجود في الطريقة المغربي عشان ما تحسبش إن الواحد عمل بطريقة المغربي ممكن تكون في حاجة ناقصة، حاجة زايدة. بحترم دايما الطقوس، أو بحترم دايما ثقافة المطابخ عامة، ولما بحب أعمل حاجة بطريقتي لازم أقول الصح إيه وطريقتي إيه، عشان برضو نبقى واضحين في كل التفاصيل. ليه بتقول كده ممكن تسكت وتشتغل؟ لا، أنا بحب دايما نكون واضحين، لان انا عارف ليا جمهور كتير جدا وحبايبنا من المغرب او مصريين عايشين في المغرب، فبالتالي لازم احترم كل حد بيكون بيتفرج على طبق عارفه ازاي. فما ينفعش النهارده يكون مثلا انا عايش مثلا في اي بلد واشوف شيف يعمل طبق فول مثلا او طبق كشري، ادي اي يعني مثال، بطريقه ما احس ان هو لا اما كده لا اما كده، يعني ما لهاش غير كده. لكن لو هيعمله يقول الطريقه المصريه كذا ولا طريقتي كذا، على ما اعتقد كده يزيد احترام اكتر. فهمشي اموري بفرخه، ممكن في ناس كتير ما بتعملش كمان حتى كشكشي بالفراخ، بتعمله اكتر باللحمه والقراصية والتركيبه الحلوه دي. ولكن جايب عندي فرخه بيضه زي ما حضراتكم شايفين اهو، وعندي خضار هبدا هعمله، ولكن الفكره هجيب بس كلابس عشان نبدا نسلق على طول. الفكره في الصوص او السلق مع الصوص. الفراخ بتتسلق المفروض بتاخد جزء من التسويه لوحدها، وبعد كده بيتضاف عليها الخضار ويبقى محمل شويه عشان بيتاكل برضه. انا هعمل ايه النهارده؟ هسلق الفراخ عادي جدا 3/4 تسويه، وبعد كده هخفف المرقه وهظبط الصوص على المرقه اللي موجود، وارجع تاني بالفراخ عشان استطعم بطعم المرقه مع الصوص مع الفراخ. ولو حابب بقى اعمل صوص طماطم في النص معاهم ماشي، حابب اجود واعمله سيبريت لوحده هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حله ميه بتغلي جدا زي ما حضراتكم شايفين، وجايب عندي الفراخ زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، فصين ثوم، بصلايه، وانزل عندي بجزرايه كمان، والفرخه اهي مغسوله غسله نظيفه، وحبه كرات لو موجودين بمنتهى البساطه اهو. هسيب الكلام ده كله مع نفسه شويه يتسلق، ونزود كمان حبه بهارات عطريه شويه، زي لو حابب طبعا قرفه وورق غار، يعني حتى لو حابب احط عندي ليمونه ما عنديش مشاكل خالص، ليمونة مجففة، وبالمرة حبيتين حبهان كده، وكمان قرنفل، ولو حابب احط عندي كبة صيني او فلفل حس طبعا اكيد هيبقى تستو عادي. حلو الكلام لحد كده، كلام زي الفل. هنا بقى المرقة فيها تاتش غريب شوية، فيها حبة بودرة زعفران كده، عشان الفرخه دي هتبقى لونها مش بيضة اكيد، ولكن هنتكلم بالتفاصيل واحده واحده. وهدي بس تقليبه حلوه عشان اشوف حاجتي اخبارها ايه اهو كده.
وهسيب الكلام ده كله يعيش حياته. يعني ايه يا شيف؟ انت قلتها في النص كده وما وقفتش عندها. ايه بودره الزعفران دي؟ يعني ايه بودره الزعفران؟ هل ده الزعفران الغالي اللي بيتحط في حبه ميه مش عارف الجرام بكام؟ لا طبعا. طب مش حاطط، مش بتكلم عشان السعر والله، عشان هو ليه طعم وليه ناس ذواقه فيه، فبالتالي يقدروا يشتروه او بيحبوه. ولكن انا بشتغل بيه فكره انا محتاج منه ايه؟ اللون والريحه. فالطعم مش هيبقى زي اكيد الطعم الزعفران الفريش، ولكن ده موجود في كل حته بطرمان بسعر زي اسعار البهارات العاديه، ولكن بيديني نفس الوظيفه، ولكن مش نفس طبعا اكيد التيست، ولكن بقول نفس الوظيفه. فبودرة الزعفران موجوده في كل اي محل عطاره علافه افندم. انت لسه كل ده ما شفتهاش؟ امال احنا كنا بنصور ايه؟ هو احنا عملنا حاجه غير الطبق ده؟ اتفضل يا سيدي حاضر. ايه هي اللي بره؟ ما احنا لسه بنقول يا هادي لو سمحت، يعني لو حضرتك شايف حاجه غيري قول لي، ما احنا مش كل يوم يا بيبي بقى نقعد ندور على حاجات حضرتك شايفها انا مش شايفها. مش معقوله. طيب فده اول طبق. الكسكسي هعمله بطريقه حلوه جدا، الطبيعي والصح بتاعه بيتعمل على البخار. طب لو انا يا شيف ما عنديش حل البخار في البيت، يعني ايه حل البخار؟ يعني بتبقى حاله زي كده بتغلي وفوق منها مصفه، وهو ده اسمها حاله البخار. بس بسوي على البخار ده. لو عندي الامكانيه دي تمام، ما عنديش هعمله بطريقه الرز المصري، بطريقه سهله جدا بالشكل ده اهو. شايفين الكسكسي لسه ناشف اهو، وهبدا هدلعه بفكره ال 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 اللهم صل وبارك بالزبده او بالسمنه حسب اللي عندنا. طيب ده اول طبق. والخضار هنسيبه شويه لما نسوي حاجتنا، هنشوف هنعمل ايه، مش عايز اتصرب عليه. عايز اعمل صينيه البرغل او صينيه اللحمه المفرومه بالبرغل، اللي هي زي الكبيبه اللي احنا بناكلها مكوره ولكن بشكل صينيه. دي طريقتها اصلا لبناني، والصح والمظبوط فيها بتتحشي لحمه مفرومه. طب ما هي لحمه مفرومه، اقول لك لا، بيحطوا كوبايه لحمه قدام كوبايه برغل، دي بقت عجينه، ويجي الناحيه الثانيه يجيب كوبايه لحمه لوحدها مع بصلايه يعصجها بالسماق والمكسرات وكل حاجه، ويجي يعمل ايه؟ ايه الصينيه؟ يفرش اول حاجه العجين اللي هو بالبرغل واللحمه المفرومه، ويحط في النص الحشو بتاعها. انا النهارده هعملها كلها في بعضيها، ريحك يعني، كلها على بعضيها، اللحمه قد البرغل وهزود البصل وهدلع الدنيا، وجايب عندي كمان حبه دهون فاتس كده شويه بره اللحمه عشان ازود وانا شايف. طب ما يلا نشتغل على طول عشان نبقى واضحين في كل حاجه. ايه بقى الحكايه يا سيدي؟ والله تتعمل دايما باللحمه الضاني، يبقى ليها طعم كويس قوي. مش حابين لحمه ضاني، ممكن نعملها عادي جدا باللحم البقري. طيب مقاديرك عباره عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عندي اللحمه المفرومه دي بقى، على فكره مش ضاني، لو حبينا نعملها ضاني براحتنا، يعني كل واحد حسب المتوفر عنده او اللي يحبه. قبل اي كلام هدي عندي حبه فلفل اسود على الوش كده، والافضل هنقلبهم الاول مع بعض في بوله. هنشوف فلفل اسود بوله كبيره الاول، وتكون ازازه عشان توضح كل حاجه. اللحمه المفرومه اهي تمام، و حبه الملح بتوعي طبعا، يبقى ملح وفلفل في البدايه. الروزماري ده حاطه جرمش مش اكتر، يبقى الملح والفلفل ده اول حاجه. واجي بقى اروح مدي كمان تبهيره حلوه من البهارات اللي عندي، وبحط عليها كمان حبه بابريكا، وبديها كمان سنه قرفه ناعمه، وممكن ازود لها من عندي تاتش حبهان، يعني اقول فص، بص فص بس مطحون، شايفه بيدي نفس كويس قوي. طيب الكبه او الهاند بلندر او فود بروسيسور اي جهاز عندي هشتغل بيه، هبدا هعمل ايه؟ هجيب الاول عندي بصلايه الاول خالص، بصلايه شايف يا فندم كده. على البصلايه دي هكون مجهز عندي، شوف بقى اللي جاي ده ايه، فص توم بس منقوع في زيت زيتون، بتفرق كتير، جربوه. انا دايما حاطه كل يوم عندي كده، التوم بحب اخليه نايم كده وقاعد في قلب زيت الزيتون. معلقه توم كده، و اروح جايب الكلام ده كله الاول في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم، مع تاتش قرفه، واجي اروح قافل الاول وفارم تاني. ماشي مفروم كويس وزي الفل. هجيب عندي الدهون الاول برضو،
انا اضربها برضو في الكبه. بالتدريج بقى. واجي كده اول خلطه اروح نازل عندي بالبرغل عشان اقلب حاجتي كويس، يبقاش كله مره واحده ولاقي الدنيا كلكعت ومش عارف اقلب. بدأت تتحول اهي، الالوان بدأت تتغير من البرغل والبصل والدهون. والدهون طبعا من نفس الفصيل اللحم، يعني لو ضاني يبقى دهون ضاني، لو بقري تبقى دهون بقري. اول طلعه تمام، شايف المشهد، شايف المنظر عامل ازاي. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ هرفع كده واجي على بوله ثانيه وراح اعمل كده. بص اللحمه بقت ناعمه عامله ازاي، بالسكليبر او بالمعلقه انزل كده اهو واشيل دي وارجع تاني واروح اعمل كده واروح جايب عندي حته اللحمه اللي انا تبلتها تاني او قلبتها تاني بالبرغل، وديت لها حبه بهارات وحبه الملح بتاعها، ما بزودش اكتر من كده، وانزل تاني كده اهو. واروح قافل كده اهو ومشغل كده اهو. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين، بص اللون ده هنا وشوف اللون ده عامل ازاي. لو انا حابب اعمل الكوبيبه صغيره زي ما حضراتكم عارفين دايما الكوره الصغيره في ايديا، بص المنظر ده، واعمل الكلام ده كله في طبق بلاستيك
واحشي لحم مفروم مكسرات واحطه في الفريزر اطلع احمر في اي وقت. البرجر هيساعدني في التحمير والدهون اللي موجوده هتساعدني في الطعم كويس، فبالتالي حضرتك عملتي كبيبه عاديه من احنا بنحبها. طيب ادي همشيها النهارده صينيه، عملت ايه زي ما حضراتكم شايفين. هبدا بقى اشيل الاحمر قوي ده اللي ما فيهوش دهون، اشيل السكينه الاول عشان ما اتعورش بس، واجيب عندي الكلام ده كله هنا كده. ده لحم احمر ما ينفعش يكون كبيبه او ينفعش يكون كفته لوحده، لازم يكون معاه سن الدهون. انا ليه عملت كده؟ عشان اوضح لحضراتكم انا عايز اقول ايه، لان في حاجات كتير جدا ممكن الكلام ما يوصلهاش. اذا الكبيبه او الكفته او اي شيء من الحاجات اللي بنحبها دي بتكون نسبه الدهون فيها عاليه شويه. بص المنظر عامل ازاي؟ ادي الفرقه. دي بقت تمام. اهي شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا بقى اكلتها في مره في لبنان كده. بدون مبالغه، واحده كده كامله. بيعملوها كبيره بحجم كده. يعني كده يا فندم انت فاكر انت كنت معايا والله صح كلامك صح. كده بتبقى حجم عايز تحطها على الشوايه. طيب احنا كده زي الفل قوي تمام. بص بقى هعمل حاجه حلوه جدا. هنجيب عندنا الصينيه. هوسع نفسي بس الاول نغير الكرفس معلش عشان هي ايه محتاجه تفاصيل وانا لازم اتكلم فيها شويه. ارفع بقى حاجاتي كلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروق مكاننا عشان الحركات دي كلها ايه. انا بس هدفي كله كنت اوري حضراتكم النسبه والتناسب في فكره البرغل قد ايه، البصل قد ايه، الحاجات دي مهمه جدا نتكلم عنها عشان هي الحكايه لما حضرتك تخش تعملها دلوقتي في المطبخ يبقى الكلام اللي احنا قلناه واضح قدام حضراتكم. نروق بس اول باول كده عشان ما نحسش ان احنا عندنا ايه عزومه بجد. طيب عندي تو اوبشن او امكانيتين. الامكانيه الاولى لو انا حابب امشي ده راق وده راق في ايدينا، حابب ميكس الاثنين مع بعض برضو في ايدينا، ولكن قبل اي كلام بوله الميه دي جنبي. بوله الميه دي جنبي، في ناس تحط زيت، كل واحد حسب الرغبه. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا معلقه سمنه او فرشه سمنه مش معلقه كمان. طيب شايف الفرشه دي؟ ببدا ادهن كده في ارضيه الصينيه عشان تدي تيست طبعا وعشان كمان ما تلزقش مني. اهو كده وبشيلها تاني، يعني اقل من نص معلقه. هقسم الاثنين على بعض او هضم الاثنين على بعض وابدا اعمل كده. بص بقى المنظر، شفت البرغل بقى تايه في الموضوع والبصل تايه في الموضوع، ما بقتش عارف ايه بقى ده من ده. بص المنظر بقى تقريبا اهو عجينه اتعملت مظبوط والبرغل طبعا مغسول غسله نظيفه ومنقوع ومتصفي كمان. لونها حتى بدا يبقى يحلو، الاحمر واخد حقه، البصل ريحته باينه، التوم مظبوط، البهارات مش كتير، حاطين معلقه بهارات بس عشان تطعم طعم الكبه او الكبيبه بتاعتنا. وبكده احنا زي الفل جدا. طيب وبعدين هنبدا نجيب عندنا كده بس حبه ماء الاول وناخد كميه كده واعمل كده. وابدا بايدي وافرش الصينيه او حته اللحمه بتاعتي اللي على الصينيه. سامحوني منظر الكرفس ده مش حلو بس هاي لو غيرته هيبقى نفس الكلام. وانا ليه اضايق نفسي ما يتغير الكرفس ويبقى نفس الكلام؟ معلش تاني وابدا. بص بعمل ايه، بساوي كده اهو والحتت اللي فاضيه دي ما بنساهاش، لا بزودها برضو. بص بقى الحركه دي، كيس بلاستيك وصينيه اخت الصينيه واجي راح اعمل كده تاني واروح اعمل كده والعكس تاني اعمل كده ارفع كده الكلام واضح. واجي بقى اروح اعمل كده. بص بعمل ايه؟ الحروف دي كلها كده وبدي ايدي شويه ميه واساوي اموري وانضف حاجتي اول باول اهو.
تمام لحد كده زي الفل خلاص. طيب هنعمل تاني صينيه تانيه طبعا تاني، بس بوريه حركهم الحكايه ماشيه ازاي. عايز بقى اعمل صينيه من حجم تاني في ايدينا، يعني مثلا حاجه زي كده، برضو نفس الكلام، فرشه سمنه او زبده، وبجيب عندي الكميه بتاعتي، نملي ايدينا ميه شويه الاول كده اهو، واروح اعمل كده لسه هنقطعها وهنديها المكسرات وهنخش الفرن، هنشوف ان شاء الله النتيجه عامله ازاي. شوف بعمل ازاي، ما فيهاش اي حاجه من صعوبه ولا اي حد يخش يعملها، بس طريقه سهله وبسيطه. هنا بقى لو الصينيه صغيره مش محتاجه صينيه ثانيه، السنس بتاع ايدي موديني هنا ماشي في ايه؟ في حته مظبوطه ولا لا؟ بص بعمل ايه؟ بوسع كده عشان اظبط اموري هنا. وبلم بصوابعي الحروف كلها وبلف بالصينيه بايدي الثانيه عشان حاجتي تبقى مظبوطه، واجي اعمل كده اهو حاجتي تمام. هو ما شاء الله نص كيلو لحمه مفرومه مع كوبايتين البرغل فيهم بركه يعملوا صينيه ثالثه. طب يلا بالمره، انا يعني هرميها يعني. هي جت كده، انا كنت هعملها صينيه واحده والله، بس ما دام حاجتي تمام قدامي يبقى مش هرميها اكيد، هستغلها وانا عارف انها تعجب حضراتكم ان شاء الله جدا. حالا لحظه واحده، بص اخر حته واروح اعمل كده كده اهو، وابدا اساوي اموري. بس هي اصلا ناعمه جدا وهتقطع في الاخر زي البسبوسه، يعني مش حاجه صعبه اي حد يعني، ممكن واحد بس ياكل الصينيه اللي في ايدي دي من حلاوتها. كفته بس انا كمان مديها الصراحه كفته، يعني لما تاكليها في البيت تحس ان هي كفته ضاني او كفته من الحاجات اللي احنا بناكلها، او من كفته الكبكبيه، الحاجات دي حلوه دي. طب وبعدين بقى اقفل بس كويس هنا عشان لما تستوي طبيعه كش. يعني ايه شفت كش؟ يعني الطبيعي هي فيها دهون، فاي حاجه فيها دهون الطبيعي لما تخش فرن او تنزل الشوايه فهتكش. طيب هتعمل ايه بقى تاني؟ يلا بينا نقفل الكلام ده كله عشان ما ياخدش اكتر من كده وقت. هجيب عندي بكل بساطه سكينه صغيره وابدا اعمل كده. بص يا استاذ شايف دي؟ تاني بالنص شايف دي؟ شوف مش عارف اقطع في الاخر. تاني شايف دي كده؟ حبة اللوز اللي عندي دول واجي اعمل كده لوز عادي، واعمل حساب ان هو يتحمص لما يخش الفرن. كده التقطيعات كلها او الاشكال كلها قدام حضراتكم، واللي حابب يزود ينقص نعمل نفسنا فيها طريقة سكة جديدة ومختلفة. انا اسف جدا على التأخير افندم. بلال باشا صباح الفل. صباح الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. يا اهلا بيك. ايه الاخبار؟ والله تمام الحمد لله. شويه كفته بقى تحفه يا باشا بالهنا والشفا. انا عاوز صينيه على الشمال دي. الكبيره والصغيره يا فندم؟ لا لا خلينا في الصغيره. اوامر امر. يا سلام عينينا. تسلم ايدك. الاكل جميل والله. اوامر يا حبيبي تحت امرك. الله يخليك. انا كنت عايز اعمل بس البانيه المشوي، عايز تتبيله دي كده عشان اعمله النهارده بس. مشوي يا فندم؟ البانيه المشوي، الفراخ الصدور المشويه. صدور مشويه عشان بس انا يعني اوضح لك حاجه، انا اسف جدا. البانيه هو اللي واخد دي وبدء لبن وبقسماط، بس احنا بنقول عليه بانيه اللي هي صدور. تمام فهم. ولكن المشوي يبقى صدور فراخ مشويه. مشوي يبقى صدور يا فندم. صدور. حاضر يا فندم. اوامر. دايت ولا عادي؟ الله يخليك. نعم دايت ولا عادي؟ لا عادي يعني. تمام حاضر يا فندم بشكرك. حاضر حاجه ثانيه؟ شكرا يا فندم. شكرا جدا لك. حاضر يا فندم. طيب انا شخصيا بحب صدور الفراخ المشويه دي بطريقه حلوه قوي. طماطمايه مبشوره، بصلايه مبشوره، وبديها ساعات تاتش توم صغير قوي، عصره ليمون واسيب الليمونه في النص كمان، وحبه البهارات الحلوين واسيبها شويه. في ناس تحب تحط زبادي، معلقه صلصه بس كده هطلع على سكه تانية.
ولكن خلينا نتكلم في الصدور عشان ما تحرقش مني على الشوايه او على الطاسه، وتبقى برده مستويه في لطافه. اسيبها شويه في التتبيله وبعد كده بسنه زيت وابدا اشوي، وبعد كده ادخلها في الفرن اكمل تسويه. طب ليه مش على طول على الطاسه؟ هتتحرق مننا ومش هستوي بسرعه. طيب ايه، حاضر عينيا الاثنين. يا ميرا. ميرا الو. الو ايه يا شيف علاء؟ ازيك يا حبيبي الشيف علاء؟ الحمد لله. ازيك يا صاحبتي؟ اخبارك ايه يا امير يا قمر؟ الحمد لله. عندي كام سنه حلوه؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك جدا جدا جدا. انا زعلانه منك عشان اتصلت بيك قبل كده وبعت كل العيال وانت ما اتصلتش بيا. يا حبيبه قلبي، مين اللي قالك تقولي كده يا ميرو؟ ايه؟ مين اللي قالك تقولي كده؟ مين اللي قالك تقولي كده؟ محد. يبقى انا غلطان، معلش انا اسف، واسفين جدا اتاخرنا عليكي والله، وده يمكن غصب عننا لان احنا كنا في رمضان صح؟ اه. فده بس عدى علينا، لكن هنعيد تاني حالا البيانات في الكنترول دلوقتي، ما تقفليش السكه وان شاء الله هتجيلنا في اقرب وقت. انت منين؟ هتتصل بيا؟ ايه؟ هتتصل بيا؟ اه طبعا طبعا هتصل بيكي. انت ساكنه فين؟ في العمرانيه. حلو قوي، جنبنا ان شاء الله. حاضر ماشي ان شاء الله، يعني نظبط امورنا على طول وتجي لنا اقرب مسابقه. حاضر يا ميرو، ما تزعليش مننا يا ميرو، احنا اسفين. سلام يا قلبي. يا حبيبتي ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يحفظك ويخليكي ويحفظك يا رب لمامتك وباباكي. حاضر يا رباب. مش عارف اقول لهم ايه، بتحرج، وقلت يمكن مامتها لقيت لها تقول لي كده، قالت لي لا ما حدش قال لي، فاديتها لي في رقبتي، عارفه انت مش في قلبي، وفي الاخر يا حبيب قلبي، فطبعا دي لازم تيجي رسمي، دي نجحت خلاص. ربنا يحفظ كل بناتنا واولادنا. افندم عفاف هانم، ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ كل. ازاي حضرتك انت؟ ازاي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا اني بكلم حضرتك بجد. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق والله، تسلمي. حضرتك بجد من الشيفات الممتازه جدا. كلك ذوق، اخوك الصغير بتوصل لنا المعلومه بقى يعني حرفيا بالظبط، لما بعمل حاجه زي حضرتك بتطلع بجد ناجحه والله، تطلع احسن بجد. مني كمان، كتر خيرك. معلش يا شيف، ممكن طريقه عمل الكباب زي الحياتي؟ حاضر، كباب في البيت هتعمليه على الفحم ولا على شوايه عاديه؟ لا في الفرن. في الفرن، حاضر يا فندم ماشي، بس مش هيبقى زي بتاع كبابيه العادي اللي هو على الشوايه، يعني هديك التتبيله بتاعتهم ولكن التسويات بتختلف، يعني الفحم النار ليه طعم والشوايه بيبقى ليها طعم، ولكن هقول لحضرتك على التتبيله المظبوطه للمشويات. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ لا ميرسي يا شيف، بس ولادي عايزين يشتركوا مع حضرتك. يا سلام، ده ينوروني. مين ومين عندك يا فندم؟ عندي كرولس 12 سنة يا حبيبي، ربنا يحفظه لك. ومين تاني؟ لافينيا 9 سنين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك ويعيشوا دايما بالصحة والسعادة حبيبتي. حاضر حالا في الكنترول لو سمحت تسجلي بياناتهم، وإن شاء الله ينورونا بإذن الله، وكرولس أكيد بيعمل أكل كويس بقى إن شاء الله. ميرسي يا شيف. حاضر يا فندم، حضرتك خالص، أوامر أمر. حاضر، والنبي يا رباب خدي أساميهم عشان دول ممكن الأسبوع الجاي عادي جدا يشتكوني. لا بص يا سيدي، هطلعك فاصل بس ثانية واحدة، إحنا خلاص الكبيبة راحت في الفرن والفراخ هنا تتسلق، معلش راجع برضه. بص منظر الفراخ غريبه قوي اللون، صح؟ هي دي السكه بقى، هو ده الحكايه. وانا جالي فكره دلوقتي، متهيألي يعني بخبرتي يعني ان ممكن تعمل تيست حلو. ايه هي يا سيدي؟ والله طماطمايه يا راجل، معلش طماطمايه مع المرقه دي اكيد في ريحه حلوه وفي تيست هيبقى حلو، انا واثق من ده ان شاء الله. طماطمية كده على السريع، ومش هقطعها غير كده، بص على اربع ارباع زي ما هي، الغرض هنشوف بعدين. بسم الله، سيبها وهديها كمان بالمره حبه ملح، يعني ما خدتش ملح مني، فعشان تبقى متظبطه بالمره عشان لما نرجع ان شاء الله نقفلها يبقى برده متطعمه ما يبقاش اي كلام. ودلوقتي عايز اخش على كسكسي على السريع عشان بياخد وقت في التشويح، فاستفيد بس معلش. زيت زيتون تتحط؟ زيت زيتون. طب وبعدين؟ ومعاه مكعبين زبده. يا سيدي جربه شوف بقى الكلام. نعم، زيت زيتون وعليه ايه؟ مكعبين زبده. ماشي، قال يعني درج المكتب قوي بطلع منه الورق الفلوس كاب يعني، حاجه غريبه جدا شغل الشفاه ده والله. طيب هنا شامم ريحه حلوه جدا، اوصلكوا عشان تشوف كل حاجه. هنا انا هشتغل بالكسكسي ده وكاني بعمل حبه رز. اولا عندي مرقه سخنه، شايفين حضراتكم
ما فيهاش اي تفاصيل، بجيب اربع خمس مكعبات مرقه على لترين ميه، سيبهم قدام يغلوا، اشتغل بيهم زي ما انا عايز كله. الكسكسي طلعته من العلبه، ما عملش اي حاجه غير هعمله حلق قدام حضراتكم. الزبده اول ما تسخن شويه، بسم الله الرحمن الرحيم، لوحدها كده منتهى البساطه. طيب وبعدين هجيب عندي معلقه خشب عشان ما ابوظش حلتي، وابدا اقلب فيه شويه بشويه. اول ما تحس حضرتك ان الكسكسي بدا يشرب الزبده والزيت اللي اتحط هيبقى ملمع، ويبدا اعمل كده الاقيه سخن نفس طريقه الرز. اعمل ايه بقى؟ ابدا اجيب عندي المغرفه وابدا اديله مغرفه بمغرفه. يعني ايه برضه ما قلتليش في الاخر؟ يعني هشربه بالتدريج مش كله على بعضه، مش زي الرز. يعني هدي مغرفه بس لمسها مش دلوقتي، اكيد كمان شويه يعني. هنزل بمغرفه فيبدا يتشرب فيفلفل فقلب فيتهوى فيكبر فيبدا يستوي. اه والله هو كده، صدقوني مش سحر مني. فهبدا اسخن فيه وهطلع فاصل، بعد الفاصل هنشوف اللي انا قلته صح ولا غلط. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب وراجع سريع على اللي حصل قبل الفاصل. كنا شغالين وزي ما احنا اتفقنا، قلت جملتين كده متفلسفين شويه قبل الفاصل، خلينا نرجع عليهم تاني عشان ما يبقاش شكلنا قالش وشكلنا وحش. بنسخن كويس جدا الكسكسي مع الزبده، اول ما يسخن زي ما اتفقنا ببدا اروح مديله مغرفه مغرفه كده بالمرقه. بسم الله، واحد اتنين كده اخري، وارجع تاني على النار. شايفين بقى عامل ازاي؟ هقلب فيه، يبدا البخار بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده، ده بيسوي حاجه على فكره اهو، فهيتشرب بسرعه، هيبدا يتهوى عشان ما يكلكعش مني، والنتيجه هتبان قدام حضراتكم دلوقتي اهو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حابب اديله زبده تاني هديله، بس اصبر شويه لما اشرب ده الاول اهو. والتقليب مهم جدا من كل الجوانب عشان مفيش حاجه تلزق مني او تسخن مني اهو. انا بصراحه ربنا بحب الكسكسي جدا، ولكن بحبه مسكر، اتعودت او تربيت عليه، ما اعرفش دي حاله خاصه ولا عامه، ولكن لحد كده باكله. بس كانت برضو يعني ايه ذكرياتي معاه، بيتشرب باللبن مش بالمرقه، وتحط عليه حبه السكر البودره الحلوين وحبه جوز هند، ولا اكتر ولا اقل. يعني ده اللي انا الواحد يعني ايه حبه من زمان، وكان في ناس بتبيعه زمان، ما اعرفش الناس دي راحت فين او بقاش موجود زي الاول ولا ايه الحكايه. كنت قاعد على الراجل، لسه كنت بتكلم انا وكريم في القصه دي في فاصل، بقول له كان في واحد زمان يبقى واقف كده، راجل من الناس بتوع زمان الواحد يشوفه يفتح النفس، لابس الجلابيه الحلوه بتاعته فوق منها المريله البيضه، ام جيوب هنا، دي الحاجات دي بتاعت زمان شويه، ما اعرفش والله الحاجات دي فحش تنقرض او تنتهي يعني. واقف عنده قدامه صينيه كبيره كده فيها مثلا مش اقل بدون مبالغه يعني من 10 كيلو كسكسي معمول قدامه جاهزين، وتحت منه في حاجه كده منوره بس كانها يعني ايه لمبه، بس هي نار بتسخن على البخار طبعا. والطبق السلطانيه الصغيره دي تاخد بباريزه بربع جنيه حسب يعني الاسعار، مش متذكر، بس هو لا ده كانش فيه فوق كده، وبتاخد منه السلطانيه بعملها لك تك 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 تك، كانش فيه علب، وحبه السكر البودره على الوش، وتقف على جنب كده. والله ما هنسى الحاجات الحلوه دي. هتقول لي ايه اللي وداك؟ اكيد مش بكلم ايام الستينات، انا بكلم ايام التسعينات على فكره، وده يعني كل جيلي حضر هذا، وحاجه واحد ما ينساهاش طبعا. وانا من الناس اللي بحب الاكل الشعبي جدا، وتربيت من صغير في مناطق شعبيه كتير جدا، ولحد دلوقتي انتمائي للاماكن دي جدا، وانتمائي لكل الاكلات دي جدا، ما اقدرش انساها مهما اروح فين واجي منين. دايما انا باجي اطبخ طبخه يعني حم الشام، يمكن حكيت لكم قصه نفس الموضوع او شبيهه ليه برضو، ايام الفته، الحاجات دي كلها صدقوني اللي ينسى الاصل الجميل ده يبقى ملوش مستقبل خالص في اي حاجه. فانا بقول لحضراتكم ده شفته وحضرته وكلته كمان. بص هنا بقى، تعالى كده بص ايدي، شايف الكسكسي؟ ما بقاش خرز، ها؟ ما بقاش عامل زي الناشف، لا خلاص كده اهو اتهوى، مفيش ميه فيه. بص المنظر، بص في الاخر، اجي في الاخر اروح رافع وجايب عندي مكعب زبده حلو كده، بص المنظر عامل ازاي، وراح ابص على في الفرن عشان ايه ما يهربش مني. الله اكبر.
تمام 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 والحمد لله زي الفل. ادي اول صينيه طلعت. وادي الصينيه الثانيه طلعت. زي ما قلت لحضراتكم بالظبط اللي حصل، هكش كشت. بسم الله. وادي ثاني صينيه. شوف انا اكيد مش هرص بقى كل الصواني هناك، هسيب هنا ونرجع لها كمان شويه. بص المنظر، ونسيب دي كمان هناك ونرجع لها كمان شويه خالص بس اللي في ايديها عشان ما نتوهش. ونرجع ثاني للكسكسي. بص الزبده هنا بقى، اسيب الكلام بقى يتهوى مع نفسه شويه. شوف المنظر وهو ملمع بقى. يا ريت كنت حطيت سمنه بس يلا مش مشكله، زبده مش مشكله، ما بقاش كله بالسمنه. بس هو السمنه احسن فيه مش الزبده الصراحه. بص المنظر يعني لو بعطروا على الارض يتلموا بالعدد زي ما بيقولوا. بص المنظر اهو كده ده نجح الحمد لله زي الفل. نفس الطريقه هي نفس القصه. طب بص هنا بقى اللي عملناه من شويه ده يا استاذي. بص صينيه الكبيبه دي، شوف بقى لما اقطع كده شوف الريحه حلوه قوي. مش انا عاملها والله، هي تركيبتها بس. بص المنظر شوف قطعه بقطعتها ازاي، شايف ولا حاجه لا نيه ولا. بص من تحت كل حاجه واضحه زي ما حضراتكم شايفين. والحق كمان اللوز ده كمان بدا يبقى ليه لون حلو، فده المطلوب. تعال ارفع الفراخ دي من مره عشان نخش على طول على اللي بعده. يا فندم يا اسمها جميل جدا، ربنا يوعدنا بيها يا جنه. ايوه يا شيخ. اهلا اهلا بيك يا جنه يا جميله، ازيك؟ كويس. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا حلو؟ تسعه. الله اكبر الله اكبر. وايه اخبارك في المطبخ؟ الحمد لله. يعني ايه؟ انا بقول لك كلتي ايه؟ تعملي ايه في المطبخ؟ ايه يعني بتطبخي ولا لا؟ بطبخ. ايوه كده، بتطبخي ايه بقى؟ كل الاكل. الله اكبر، ما انا قلت كده برضو. وايه بقى، هتيجي المسابقه ولا عايزه ايه؟ طمنينا عليكي. انا عايزه اجي المسابقه. عينيا اللي شفت قلبي حاسس ازاي، انا فاهم الحكايه. طب يا مطره بقى لما تيجي المسابقه هتاكلينا ايه؟ مكرونه. بس كده؟ انا قلت هتاكلينا حاجه بسته. اكتر واكتر. مكرونه ايه بقى اللي هتاكلها لنا؟ السامع يا جنه. نعم. هتاكلينا مكرونه ايه بقى؟ مكرونه وايت صوص. اوبا، وانا قبلت يا ست جنه يا جميله. حاضر، ماشي الكلام. طيب يلا حالا دلوقتي سجلي بنات في الكنترول ممكن، وتجينا ان شاء الله لما نظبط مع بعض الميعاد بتاعنا. ايه رايك؟ جاهزه؟ اه. وخلي بقى ماما تبدا بقى كمان تساعدك بقى شويه في المكرونه عشان نعمل مكرونه جامده جدا. تمام؟ ده. ماشي يا حبيبتي، صباح الفل عليكي وصباحي كتير جدا على ماما وبابا واخواتي. ممكن حبيبي يا جوجو يا قمر. طيب الفرخه زي ما حضراتكم شايفين اتسلقت، لونها وملامحها باينه، اكيد مش يعني مش محتاجه مننا حاجه. والمرقه دي عايز استغلها عشان اعمل بيها ايه بقى؟ عشان اشتغل بفكره الخضار اللي هبدا اشغله مع صوص الطماطم ده. كله اقل من دقيقتين. اوكي دقيقتين، عايز بس اجيب حله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده وعلي النار، وعلي النار هنا كمان. والحله دي يعني شبه كده ايه اللي هو هسبك، يعني مش تسبيك قوي ولكن هعمل لها بصلايه بطماطمايه صغيره جدا جدا ومعلقه صلصه عشان اعمل شبه صوص طماطم على جنب. وده ممكن نديله زي ما اتفقنا سنه زيت كده. بسم الله اهو، سنة زيت بسيطة. ممكن كمان نجيب له، بلاش نحط له بصل، نديله فص ثوم على الزيت الحلو اللي حطيناه. بسم الله. واجي بسرعة معلقة أساس الطماطم قبل ما الثوم يتحرق، ومعلقة لطيفة تشويح الثوم مع فص مع عفوا تشويح الثوم مع الصلصة. واديها لو حابب اديها فص حبهان يدي نفس كويس كده. ممكن اضيف عندي لو حبيت مكعب مرقه، وممكن كمان اضيف عندي سنه ملح، واقلب الكلام ده كله مع بعضه. كمنت خلصان، سنه بهار لطيف كده، يبقى صلصه وثوم
سنة زيت، وهجيب عندي حبة عصير طماطم فريش. بسم الله، واسيب الكلام ده كله يتسبك مع نفسه كده عشان انساه، وارجع له كمان سيكه يكون برضو اكيد في نتيجه حلوه. هنا الحل اللي كنت جايبها من شويه دي هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعمل فيها ايه؟ الخضار. الحله وهجيب عندي مصفى كده، واجيب عندي حله المرقه دي. بسم الله، فاكرين الكلام اللي عملناه ده كله؟ شامم الريحه عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. شوف كده، واخد على قدي كده، شفت الكلام ده؟ وارجع تاني هنا ده كده، واخد الطماطميه دي اللي حضراتكم فاكرينها، فاكرها يا فندم ولا مش فاكرها؟ هطلعها هنا عشان هبردها او هقشرها، واخد الطماطميه دي واحطها فين؟ في الصوص يا فندم، الصوص بتاع ايه؟ بتاع الكسكسي، يبقى كله من ريحه واحده وطعم واحد. هنا المرقه تمام، اروح مدعمها بايه بقى؟ بمكعب زبده عشان تبقى ملمعه معايا، مع الخضار اللي انا عايز اشتغل بيه زي الجزر، حتى في النهايه مع الفراخ، زي كمان الكوسه كده اهو مع بعض، وسيبهم يكملوا سلقهم عشان يبقوا معايا جاهزين. وممكن احط عندي كمان بصلايه، شوف بقى السلق هنا في مرقه الفراخ، مع كمان فلفل اخضر واحمر واصفر، اي خضار نفسي فيه. انا بسلق خضار دلوقتي يعتبر يا جماعه، وهقفله في الاخر مع الكسكسي، وصوص الطماطم بتاعه جاهز. والطماطميه دي زي ما اتفقنا، بص عامله ازاي اهي كده، شيل بس القمع ده كده اهو، خدت بقى قول دي كده، واروح عامل ايه؟ جايب دي كده، شايف الكلام؟ ومنتهى البساطه، واروح عامل ايه كده اهو، شوف، وشكرا. يبقى انا كده عندي صوص طماطم جاهز، عندي هنا الخضار بيتسلق بمرقه الفراخ اللي انا هقفل بيه الكسكسي في النهايه، واموري شغال. هجيب عندي اخر حاجه، يلا عشان تجهز نفسك، انا عارف انت عايز تفاصل. حاضر، دقيقه واحده، دقيقه كويسه ولا خمسه؟ عايز ايه؟ قول لي يا بابا، تحت امرك، كله من وقتك يا جماعه. يعني مش كده يا جماعه، ما انا معاك والله. على فكره، هو انا ببقى بعمل البرنامج ده عشان اخد الاكل وانا مروح؟ وانتوا يعني، او انا ببقى قاعد عشان خاطر مثلا شغلي زي ما بشغلكم وشغلي برضه؟ طيب، عايز اعمل حبه مرقه حلوين، حبة شوربة الفراخ دول، إيه الحكاية يا سيدي؟ صدر فراخ، شوف كده، مش بص شوف، ما أنا برضه هعملها بس ما تجيبش الوعاء، بس أنا هعملها عشان أستفيد بالوقت الفاصل بس، ولا إيه؟ معايا أنت؟ ولا مش معايا؟ بجد والله؟ الله يبارك لك. طب أنا هعمل الشوربة دي بالبطاطس والفراخ، كرفس وبصل. تعالى يا سيدي هناك يا سيدي، يلا على البوتاجاز التاني. اقل من دقيقتين يا سيدي، تعالى. حله سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى هنا كده اهو، وهاجي بص الحله، سن زيت زيتون اهو كده، وهاجي راح جايب عندي الفراخ، بسم الله كده اهو، خدت من حضرتك، واشوحها مع بعضيها على النار، ارجع تاني، وكالعاده عشان هنا في فراخ، انزل عندي حبه الكرفس المفرومين على الكرات، واخد عندي البصلايه الحلوه دي، شايفها دي شوربه، واروح بقلبهم مع بعض. شوف الكلام هنا، غريبه قوي الحله دي، شكلها حلو وجميله بس بتلزق، مش هديها اكتر من كده دهون تاني، بس كده زي الفل ماشي. واقلبهم مع بعض، عندي بطاطسايه هنزلها معاهم، مش بكميه كتير كده اهو كده. هنا بقى المرقه اللي انا عايز احطها بقى، هل احط مرقه من مرقه الفراخ بس فيها زعفران يا شيف هشتغل بيها؟ لا، خلينا احسن نحط من المرقه العاديه. وتعالى اطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل يا فندم. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب، احنا اعتبر الحمد لله خلاص خلصت حاجتنا. الشوربه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ما فيهاش وقت اصلا، تستوي بسرعه جدا، لان الحكايه في الشوربه تشويحه، وبربط الصوص مش اكتر من كده، او المرقه عشان تبقى شبيهه للصوص الكريمه زي ما اتفقنا. الفراخ عندي جاهزه وسايبها عندي مصفيه،
وعدي كسكسي الناحيه الثانيه خلصان برضو. عايز بس اوضح لكم وهو بقى بعد ما بيبرد شويه يبقى شكله عامل ازاي. نعم بص كده يا استاذ، شوف خلاص، ولا معجن ولا ناشف ولا محصول ولا غامق، واضح جدا زي الشمس. بس لو حابين ناكله على هذا الاساس بقى ودماغنا رايحه ان ناكله مسكر هيبقى حلو مش وحش، ولكن احنا مشربينه بالمرقه ما تنسوش، فالمسكر بيتشرب بالحليب. انا بس بفكر حضراتكم مش اكتر من كده. تمام. وعندي بصلة محمرة بقيت احطها عندي بقالي فترة كده كارت حشر في كل الطبق بتاعي، بحب بصلة محمرة مش عارف ليه، بقيت بقالي فترة كده تمشي مع الكبسة، بتمشي مع كسكسي، بتمشي مع يعني ليها تيست عالي جدا، بحبها يعني بصراحة. هي طبعا اساسها كشري عشان بس نبقى واضحين ما نخش على بعض، بس بغيب كده واروح ايه قافش في حاجة بلاقي تيستها عالي جدا، يعني حتى الايام بتثبت لي، مش انا مش الاكلات، ببقى حاسس ان طعمها كويس. فانا النهارده حاططها معايا في كسكسي، هو مش طبقها يعني مش مكانها، عشان كده قلت ايه اول الحلقه هعمل الحاجه بطريقتنا. ليه بتقول كده يا شيف؟ يعني ممكن الناس تقول لك عادي وما تقعدش تمارك على الكلام وسيب الامور يعني. لا انا احب الواحد الواحد بيساوي اتنين، ده طريقتنا نقول طريقتنا، مش طريقتنا نقول مش طريقتنا، وهنعمل بطريقه سهله تبسط الامور. عادي جدا مكالمه يجي لك من المغرب وانت على الهواء، لا والله يا شيف اي كلام انت بتقوله ده، شكلك ايه؟ لازم نقول عشان نبقى واضحين، لان انا مش في المغرب، انا في مصر، فبعمل اكل للمصريين، فممكن اعمله بطريقه المغربي اه لو هعمله، او لو مش هعمله قول الطريقه الصح اذا ما احنا اتكلمنا، والطريقه بتاعتنا اللي موجوده ايه. ده يحترم من اي شخص بيقدم اي محتوى يبقى عنده معلومات يقولها الصراحه عشان المشاهد يحس ان في تقدير، ده مهم جدا. طيب هنا بقى عندي المرقه، ما شاء الله ريحه مرقه فراخ حلوه جدا معموله ب الخضار. بص منظر الخضار جوه وهو بتسلق في قلبي، خلاص خلصان. بص ايه اللي عرفك ان هو خلصان؟ اهو مسخسخ يعني خلاص، هو مش محتاج اني اقطعه ولا اعمله. اهو هنا عندي كمان صوص طماطم، شايف الكلام؟ شوف اجي اعمل ايه بقى؟ اروح اجيب لي مغرفه حلوه من المرقه دي كده، شوف، ومخفف بيها الصوص ده، وارجع تاني بالمعلقه واروح مديله تقليبه ببهر وحاجته كلها وزي الفل. نجيب له بول عشان نحط بره السبرت، مش هنحطه جوه في النص عشان ما يبقاش غامق. والفرخه الحلوه المسلوقه دي زي ما هي كده، نشيل خالص الحاجات دي من هنا، ونيجي بقى دلوقتي نقفل الخضار الحلو ده بقى. ناس تحب تحط كله مع بعضه اوكي، ولكن انا بقى بحس دايما ان الحاجه ما تكون واضحه كده بتبقى يعني برضو دي حسب الرغبه، لكن انا بحب كل حاجه تبقى باينه لوحدها كده والامور واضحه، ومبقاش كله مستخبي في الصوت، ومبقاش كله مستخبي في تسويات، عشان امسك اي حاجه في اي وقت اتكلم عنها وانا تمام، مش بتكلم عليها شخصيا، بتكلم على حضرتك في البيت، تبقى انت كمان تمام عني 100 مره كمان، وتبقي واثقه في اللي انت بتعمليه وما تقلقيش من اي حاجه. ادي المنظر عامل ازاي، ما فيهوش اي تفاصيل خالص. فينش الاخير ده اكيد فينش مصر طبعا، على وش الفراخ، لان الفراخ دي هتبقى مسلوقه، فلما تيجي تتاكل لازم أن يكون تستها حلو وريحتها حلوه ولونها حلو. الصوص خلصان،
هاخد عندي الصوص. اول حاجه عندي الطماطمايه اللي كانت مسلوقه تحط على الوش هنا كده اهي بس، والصوص ينزل بقى كله هنا سيبريت. عشان اللي حابب يزود او ينقص بالهنا والشفا هنطلع بيه ده على طول الاول على المائده كده، الشوربه مكانها، او خلينا نجيب ده نظره ده عشان هو ده الطبق الرئيسي. الكبيبه او الكبه باينه قدام حضراتكم، قطعه قطعه يعني، نمسك قطعه تزود تنقص براحتك. ايه تاني؟ اه الصوص. بص تجويد برضو خد مندي دي بقى، معلش خلاص هختم حالا والله هختم. بص بقى دي كمان معلقة الهريسة بقى الحلوة الحامية دي، شايفها؟ أيوة تنزل هنا بقى. يا سلام يا سلام، وقلب قلب 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 قلب، خد مني الأخيرة تاتش كمان ليمون عصير فريش كده حلو، اديني مزازه. اديني مزازه حلوه كده، وبصلايتك ترجع تاني جرنش حلو ولا حد شاف حاجه، بس جوه الدنيا ايه ملعلعه. خد بقى الاخيره عشان نكسر برده الدوم الحلو ده. يلا تعالى يا سيدي كده اهو، وراح كده عندي حاجات بس خضرة حلوة فريش دي تبقى على الوش كده، ليها لون حلو كده وريحة حلوة. شوف شكرا. وبكده يكون الحلقة زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش أي صعوبة، عزومة لطيفة بس من سكة مختلفة، طبق من المغرب على طبق من لبنان على طبق من مصر، يعني تركيبة مختلفة. بكرة إن شاء الله لو لينا عمر بإذن الله الأربع، بكرة أول مسابقاتنا من بعد رمضان والعيد شوقة. وبس هقول قبل ما اختم، والله انا كان على نفسي والله او البد بدي انا وزمايلي ان كل يوم يكون في مسابقات، والاطفال طبعا انا عارف ان زعلانين مني كتير جدا، بس انتوا اكيد مقدرين ان هي بتبقى اربع ايام في الشهر. وعندي هعيد وافكر حضراتكم جدول المسابقات، مش بس ان هو كل اسبوع يكون عندي اطفال او كبار، لا انا عندي حلقه كل شهر من اربع حلقات ذو القدرات الخاصه، بيجوا لي هنا ناس بيكون لهم مكانهم كالعاده زي ما احنا متعودين من سنين، فده ما ينفعش انساهم. عندي امهاتنا ربنا يحفظهم ويديهم الصحه، وابهاتنا كمان. عندي كمان المشاريع، بنحاول نساعد الناس اللي بيعملوا مشاريع في البيت وبتعمل من خلال مجال الطبخ صفحات او مشاريع ليهم مكان عندنا، ندعمهم ونقف معاهم. معلش لازم دورنا يكون مع بعض، مش بس نعمل اكل، لازم يكون في اجتهاد ونزق بعض ونساعد بعض باي طريقه. يبقى انا كده كلمت على الاطفال ذو الهمم، دول مهمين جدا جدا جدا، حط تحتها 20 خط ليهم حلقه كل شهر كالعاده. امهاتنا طبعا، وكمان عندنا المشاريع، فبتتكلم في باقه مختلفه من المسابقات لحضراتكم طبعا كل شهر اربع ايام او اربع اربعات كل اسبوع يوم. لو اقدر اعمل اكتر من كده والله حق يعني بحاول اعمل كده، ومتحدش عارف بكره في ايه، بس انا هدفي كله يعني البرنامج يكون زي ما هو شغال مع حضراتكم من خمس ايام الهوا، ولكن يوم المسابقه ده بيبقى دايما على جنب، لان انا بتشرف بالصغير قبل الكبير، بتنوروني بتفرحوني بتاكلوني بتدلعوني، فاكيد اتشرف. واطفالنا طبعا ان شاء الله بكره هينوروني، عشان انتوا عارفين بس بيزعلوا هم، فبكره ان شاء الله هيكون اول يوم ليهم. وان شاء الله من الاسبوع الجاي يرجعوا امهاتي بقى، عشان وحشنا جدا من قبل رمضان، وابهاتنا واخواتنا وكل الناس كلها. ده برنامجكم، وبقول الجمله دي دايما وناس كتير بتنقدني فيها، ما تبقاش تقولها، واللي بيقولها لي بعض الناس اللي بيطلعوا برده يعني مش عاديين بيبقوا على الشات، ما تقولش كده قوي. لا احنا بنشتغل عند حضراتكم، او انا شخصيا ما بشتغلش عند حد غير عند الجمهور، فاتمنى ان اعمل له كل شيء زي ما هو بيقدرني وبيكلمني او بيتابعني، فاتمنى ان اقدم له كل حاجه اقدر اعملها، وهو ده اقل شيء نقدمه لحضراتكم، ان تستاهلوا كل خير، وربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم يا رب. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.